السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم درسنا بيكون عن adjectives من كتاب ميجا Goal for Grammar قبل ما أبدأ الفيديو الكل ضروري يشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد وفي تحت رابط التليجرام والتويتر والإنستجرام الكل يروح ينضاف عندهم بإذن الله هذا الدرس جدا سهل أول شيء عندنا adjectives adjectives ونحن نعرف إن adjectives هي الصفات كالعادة في دروس الإنجليش أقرأ في البداية في الإنجليش ثم أترجم لك نستخدم الـ adjectives to describe a noun نستخدم الـ adjective هي الصفة عشان نوصف الاسم please add adjectives either after the verb نحطها إما بعد الـ verb أو أحطها قبل الـ verb هنا عندنا dolphins are intelligent وين هنا الـ adjectives intelligent ليش؟ لأنها هي توصف الدولفينز دولفينز are intelligent حطيتها هنا بعد الverb to be cats are very independent are وين الأجتب هذه giant pandas may become extinct in the future طيب. هنا حولناها dolphins are intelligent animals حطينا intelligent الصفة قبل الاسم Tigers are very, very independent animal حطيت قبل الناون يعني هنا يفرجوك انه يمكن تكون بعد الفعل بعد الفعل to be او تكون um, قبل الاسم Adjective, adjectives for verbs and noun A lot of adjectives are formed from verbs and noun Many adjectives formed by the following suffix سفكس أي نحنا نضيفها على الكلمة مثل هنا عندنا health هذا اسم ضفت لها واي تصير healthy ضفت لها full healthful طيب وهذه الأشياء اللي نحنا نضيفها مثل هنا use ضفتها تصير useless هنا impression ضفتها صار impressed هنا care ضفت full صارت careful energy ضفت تي اي صارت energetic impressive ضفت لها امبرس تصير طيب هنا عندنا all both neither none all تستخدم لما يكون في جمع لكثير اشياء مثل بعض tiger cheetahs leopard and lions are big cats كلهم يشتركون انهم كلهم big cats both لما يكون في شغلتين مثل بعض مثلا both cheetahs and leopard are fast animals neither يعني ولا هذه ولا هذه neither tiger nor lions can be domesticated يعني مو هذه ولا هذه يكونون domesticated none of the big cats none يعني ولا واحدة منهم none of the big cats can be domesticated they are all wild animals هنا نفس الشيء ضفتنا بس كلمة and وهنا ضفنا بس كلمة nor يعني لا هاي ولا هاذي neither or طيب my favorite animal is either an elephant or a camel يعني يمكن هاذي أو هاذي both camels and animal and elephants يعني هاذي وهاذي هنا both my father and his boss هنا neither, neither my uncle nor my brothers يعني مو uncle ولا brother لا هذا ولا هذا اذا بقول ان الاول هي للكل البوث لا مقارنه بين شغلتين والنايدر لا هذا ولا هذا النون ولا واحد من النوم